جميع الجوامع تستغيث بالله شعبكم في مخيم اليرموك بحاجة إلى طعام. هو عيد الأضحى يعود إلى سوريا ليجد الأوضاع الحياتية والإنسانية من سيء إلى أسوأ. هنا في مخيم اليرموك جنوب دمشق تكبيرات المساجد ونداءات الاستغاثة تصدح بعدما استشرى الحرمان والفقر والجوع وباتت المجاعة تهدد السكان بعد أكثر من 90 يوما على الحصار. مبسوط بالمخيم؟ لا. مو مبسوط ليه؟ ما في لا أكل ولا شيء. بتجيبوا سندويش مع قرع المدرسة؟ ليه؟ ما في خبز. هذه الأحوال أدت إلى صدور فتوى لخطيب مسجد فلسطين في المخيم جواز أكل لحم القطط والكلاب والحمير للمحاصرين في المخيم بعدما بلغوا مرحلة الاضطرار المفضي إلى الهلاك بحسب ما نقلت شبكة مخيم اليرموك الإخبارية عن خطيب المسجد. ظاهرة تتكرر في اليرموك اليوم بعد سجن حلب وبعض الأحياء المحاصرة في حمص قبل عام. علماء أهالي مدينة حمص أفتوا بلحم القطط ولكن لم نعد نجد قطط لأكلها، لم نعد نجد قطط لأكلها. نساء سوريا أطفالها وشيوخها في كل المناطق المحاصرة يطلبون إغاثتهم من الموت، ليس الموت من القصف وإنما الموت من الجوع، وإلا فأكل القطط.